انا ما اصلا نزلتش الناس صورت معي وزي هيك، لا بريتني ساكت، قلت الحمد لله فاهم كيف لان انا متواضع، انا هيك طبيعتي. بحب هذا الشيء فيك، بحب هذا الشيء فيك. الله يسعدك يا رب. نور مارتر ينزل يقول يا جماعه من اول ما دخلت وتقول الحفله حفلتي مو حفله السلاوي. الله، يعني ما هو بالمنطق اخوي، مش يعني عيب. لا هان استوقفني موقف ثواني. فاهم كيف يعني؟ هذا الكلام وين نزله؟ مش نزله، نزله على الستوري تبعه عنده، هو في وسط الحفله فاهم كيف، زي هيك بيقول انا حاس الحفله حفلتي مو هذا، بقول لك دخول، قال كمان نقطه مهمه، قال لك دخولي اقوى من دخول جون سينا. اي لا عاد فاهم كيف؟ وهو نفسه كتب، هو نفسه مش كتب، لو كتب مش مشكله، حكى حكى يعني، هو كان مصور الستوري فاهم كيف، زيك انا دخولي اقوى من دخول جون سينا، يعني مطق على الكل من الاخر، ما حدش شايف، ما حدش ملي عينه. اوكي حلو اخويا كمل. هذا كله لسه السلاوي مش جاي، فدخل وطلع وهو السلاوي مش جاي ولا السلاوي عزمه، خايف مش معزوم يعني.